أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إلهي مهدي سواد المركز وذلك صلى الله بني أنا قوانا كسفار حمد إذكره من إلهي سبحانه وتعالى كبر إدامان تنبا إلهي نونو قد يقوك انتفاعا. نحن نسوع تحلقوين أنك هذا لنا التدين الشكلي أما ذاتك الدين تظاهر ككلية كقاتي وأه إن قفك سوكجرو لبقيب قيبت أوامرت إلهي سبحانه وتعالى أوفرين أول إيمان أيو صونكي سرادي إيو عبادوينكي محضيق أها وزكاة بحنا أيو وحجكي آذ أيو وصدق بحسن أيو ان سلاده يا سلاده ان كتغينين صونك ان كتغينين او احد هلكاس كو فولينايا اوامرت الله سبحانه وتعالى بخيدم لكن كليته جانبك الهي و هو نغ ريبا او اركيسيد نكاس انو مركا او قاتب دينت اني تهي ميد الشكلي فعلك كليه اوامرت لا فولينا اي تهي عيل دينتا لبا ارن رغني كو تاغنتا لبا تيري كو تاغنتا هي لبدودن وا اسكابيان او مد ممدك كله مد لقيتك كرملها مد وأوامر إلهي وحون أمره يرسمايا وفعل أمر كوي مدو أحسمايا إيه وحن وأنا لقى الرهابي مرك وحن لقى الرهابي لبن وعي وكلب بحان وحياة بحران محضة وسيدة خمردة وحياة بعين قنزيرك وحلا تابن كرو وقفك واسكي إلالين كرو إنو قد وادو إيه وحياة نعفك لقيه لألوم على سيدة الرهابي أما وحي بلشيد هلينايا أو أحسيدي الزيناد وكالي والعياذ بالله إيو أما وحيا بها إلهي نقرره وحكمي ده إذن علاقاتك هاد لحيسو بنا آدنك إيو دادكو لنولي هاي أما وحو لنولي دنبا أما ها أهاتو نولي أما ها أهاتو وحيا بها بيئد وكالي ديرتها ديهن بحلادة حيوان لذا وحاسو دن وحيا بها نواهي وقصو أرورتوه وحاسا سمينينا marka dadka inta badan waxaan waxay ku kasoomaan markay islaamka waxyaabaha lagu dhagray waxa kamida qofka inuu kaliya uu ku katsoomo inuu la yimaado waxyaabaha la amray oo laakiin iska dhaafo waxyaabaha laga reebay walidalika calaaqada ila waxyaabaha lagu amray inta badan waxay qusaysaa calaaqada adiga rabbigaaga inay ka dhaxayso maxayna si aad u hagaajisid calaaqada adiga rabbigaaga waxa lagu yiri cibaadadka maxdiga soon ilaahay dirtii u soon salaatuko oo ilaahay subhanahu wa ta'ala u sujuud madaxa dhulka u dhig وعلاقات هذه ربك لكن انت كلا بدنا حقوق حسيسا علاقات ذاتك كلا اما نولها كلا نيقا دحيس واه اتق الله حيث ما كنت واتبع سيئة حسن لمحا وخالق الناس بقولك حسن ومركز سرات كله سيئة التعاملين سادتك كلا مركز مقصد عباداتك محذق انا وحانيري واه صلاة الهي سبحانه وتعالى ومبهن عبادتين وكد يقتهما الهي سبحانه وتعالى صلاة هذه الهي وكد يقتهما وحديث قدسي وحوها لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أتقى رجل واحد منكم ما زاد في ملكي هذا يدخل أن إلهي آمنان أي مؤمنين أن غضاء إلهي ملكي يسح أزايدا يمله ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم سيد وكال إنسك الجنك آدم لقصب بالله إلى قيامة هذا يدخل أن قال أن غضاء إلهي وحكمنا وصمعي مركي وحور إن هذه أعمالكم إنما هي أعمالكم وحصيها لكم وحان وحوي أعمال أذيك وكوتال إلهي سبحانه وتعالى وحيت هاي وأذي أتمنى ولذلك إن ابن قيم حلي هاي عبادات كأن صمينا لم ومصالح أصول نقل إساءة دوما أذيك صلاة أباهن أذيك صونك أباهن أذيك حجك أباهن أذيك صدق أباهن مركا هل كاس مركا هدي أودي وين ذاتك استعمارك واستعمارك أن لا يهدي ذاتك قال ذي احتلالك ودما عالم إسلامي قميستي هدي قفك إيه وين هتوكنن لكن وحيك ديجين قفل وجيلة عارك إساءة صلاة يوتوكنيا لكن هل كان حارانتي سوو شبصنيه لانه حا اركيسا صلاه صفك هور كتوكنايه تصبح وتا حدنا ان مركو بنانك كوبها سو غشتو اخر ما شاسو غسو تغي و كل الدنيا ادي رغنمداده وي و مركو غنعس غلا الهه كغما بقايو حدو قف ظلمنا الهه كغما بقايو حدو صلاه دوله لذلك الصوماليه مركا فيريس انغا تدينك شكلي اه اد بو نوغ بدن ياني مخايه لو حركيسا ما حتى يور مركا جوق مساجد انغا او بدن مساجد الصومالي روادي كيين واكبدن هذا فدكو درن كايمانو نيكي مساجد كوجر نيكي ما قبيلو حمانا
dad uu caynaya, nin qof daalim uu taageeraya, dulmi uu ku dhex jiraa. Maanta nin qofkii ma kaana asaga haddana wuxuu leeyahay nawada waa baxayna masaajidka aadina markii la aqimo. Maqaayadahay fadhiyaan, maqaayaday ka dareersanayaan. Kaana diinta inay tahay masaajidka. Waxaa arkaysaa gabar mutadayina ah, xijaabkay wadata aad aragtid, laakiin meelaha markay joogto meelaha laga heesaayo xijaabkeedi iyadoo xataa ma xishoonayso. Xijaabka waxaa u muhiimsan keliya asturka, gabadhaas waa asturan tahay, laakiin goobtay joogto meelay ka buraanburaysaa, meelaha ka raqsinaysaa, dhib weyn. Waxaa arkaysaa nin dhakhtar ah salaada ma ka tago, haddana wuxuu leeyahay qof oo umul ahaa loo keenaya, wuxuu leeyahay lacagta iyadoo soo bixinaas ku dhimato. Diinka oo ku amray ilaahi subxaana watacaala inaa masaajidka aad u gashid, diinka banaankan waa yaallaa. Diinka masaajidka keliya kuma goob. Walidaalika soomaalida wax ka salaad badan male, wax ka soon badan male, laakiin xan haddii ladhaha igaagu horeeyo, qabiil uu ninku walaalkiis ku taageeraya, interest waa lacagaa la siinaya, qof soo dulmi leeyahy waa soo dulminaya. Marka halkee iska qaban la'aad halkaas waa marka tadayunkaas shakliga ah. Waxaa qofkaas marka waxaa iskaaga qaban la'aa cibaadaadka ilaahi subxaana watacaala aad tukanaysid adigay masaalixda ahaydeen. Oo ilaahi subxaana watacaala markuu salaad kugu nagu fard yeelay wuxuu leeyahay ina salaata tanhaa can ilfaxshaa walmunkar. Macnaheedu wuxuu yahay haddaa adoo salaad tukanaysa aad fusha ku jirtid oo aad riba qaadanaysid oo dadka carabkaaga ka mangalaynin oo maanta dhan aad taagan tahay qabqablo aad tahay oo siyaasi aad tahay oo aad tahay nin qur-aanka xafidisan laakiin aan ku camal falayn aad tahay, waxa weeye salaadaada ku naqal udho inta geerida kuu imaanin. Macnaheeda waxa weeye salaadaada waxbaa ka qaldan ku naqa weye, salaadaada sax ma aha. Haddaad isku hallayna salaada maxaa yeele nabiga calayhi salaatu waxuu noo sheegay salaada iyadoo mardulof in laysku soo tuurayo nala sheegay. Marka salaada iyo soonka ha ku gadsoomin. Haddaad xaqa dadka hortooda ka sheegi karin oo aad laba qof oo gardaran dhihi karin wareebel adaa gardaran, aniga god ilama gelaysaa dhihi karin, oo ninka xaaskiisa dulminaya oo kan xawaalida dadka dhacaya oo kan qur-aanka xafidsanaa ilmaha si kale ula macaamulanayo, wuxuu leeyay war diinta mafhuumkaaga qaldan, atadayunka shakliga ah makaa. Walidaalika ina allaha laa yanduru ilaa suwirakum. Nabiga xadiisan ugu sheegay wuxuu leyay ilaah shakligeen ma fiirnay, gar dheeraa leedahay iyo gabadha xijaabay wadataa iyo qofka masaajidku jooga keliya maaha. In aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu, istiqaamadaasa asaas ah. Oo ilaah nabiga calayhi salaam shaayabadnii huud markuu yiri iyo akhwaategeeda waxa weeye uma istaqima dhimta adag, uma istaqimtaas anaga la'nahay, si aan ugu baxna laadahay. Walidaalika mafhuumkan oo ah diinta faslu addiini can mucaamalada in laga gooyo diinta, oo lila waxaan waa siyaasa waa ishargardaameynaynaa waa isdhacaynaa, tolkaaga u heeri unsur aqaaka daaliman oo madluuman, war walaalkaa garb istaag ay kaa tahay asoo garla iyo soo laga gardaran yahay. Waxaan leeyahay masaajidka dadka ugu horreysa war cibaadadaada khatar ku jirta, maalina ilaahay hor istaagaysaa. Walidaalika xalaqaadka dambe waxaan ka soo sheegi doonaa, aan soo qaadan doonaa, aan halhal u sheegaynaa tadayunka makhshuushka ku jiro labada isqaba, labada isqaba. Diinta waa haastaan wadaadka salaada kama tagto, gabadhana qur-aanay raacataa, tafsiirka iyo axaadiista maalin kasta muxaadaray tagtaa, laakiin ninkeedii say ula macaamuleysa qaldan, asagana wadaad weye islaantiisa ula macaamuloonaa ka qaldan. Waxaan ka hadlaynaa atadayunu siyaasi, war dadkan siyaasiyiinta ah oo salaadana masaajidka aan ka baxaynin oo tusbaxyada wata oo maanta dhan daahirkooda aad u maraysid dada, laakiin hoos hagardaami iyo qabiil iyo qurun iyo lugoysma ka wado. Waxaan leenahay ayagana waa ka hadli doonaa tadayunka shakligu ah maxaase lagu cilaajiya. Waxaan ka hadli doonaa ilaahay haduu nafta nagu simo ayadana xalaqaadka ah ninka taajirka ganacsatada oo xijka maalin kasta aadayo iyo cimrada aadayo, haddana dadka kaniini dhaca ka gadaayo, hindi alaab laga keena maadi in Germany ugu qoraayo, oo ah banaanka markaa soo baxna inaan waraa dhurwa aanahan iscunayno ninka ninka kale oo kala qaadayo, innama almu'minuuna ikhwa, walaalaha aayaddaasa xujo kugu naqanayso inaa ilaahay subxana watacaala aad hortid la tagtid walaalaha. Aayaddaas waxay leedahay dadkan iyo mu'miniinta ah walaala aad dhihis maya, adigana aad dhihis maya, walaalkay kan igu qabiilka ah, walaalkay kan wax isiiya ah, kaasaad dhihisid waa tadayunkaaga waa shakli. Wadaalika dad badana ku kasoomayo soon badan iyo salaad badan ayuu ku kasoomaya. Subxaanaka allahumma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.